بالنسبة للحشو الحلو واش عندنا؟ الو نجيب اون بتي ريسيبيون، نظفو شوية البلاصة. بالنسبة للحشوة المالحة، هنا عندي الشعرية الصينية فيرميسيل شينواز، عندي هنا بصل، وعندي هنا جزر. جزر يكون مقطع اون جوليان بهذه الطريقة، وهنا كذلك عندي بصل مقطع اون جوليان، وعندي هنا شوية سوا سيبولات، سوا هذيك لو كوتي فيغ تاع البصلة، هذيك لي برونش فيغ تاع البصلة الخضراء تكون فتية. هنا راح نحط واش عندي، عندي هنا زيت السمسم، اللي ما عندك زيت السمسم ديري زيت عادية، اللي عندك زيت المائدة، فوالا. وراح نقلي لي برودوي نتاعي. هنا عندك لا فيرميسيل شينواز تكوني حطيتيها في الماء، في الماء يغلي، الماء طابخ باش يطريها لك. هنا عندي صوص الصوجة، عندي شوية عسل، وعندي هنا زيت بذور القمح، لكن انا خديت واش كاين في الوصفه تاعهم. الا ما كانش عادي انت ديري زيت الزيتون ولا ماشي سبا بروبليم. دوك هنا راني نسخن في الزيت تاعي، راح نحط البصل، جاي فيغ روفينير. البصله تكون مقطعه طويله وتكون مقطعه كيما هكا رقيقه، ناخذ شوي هكا، وناخذ الجزر، وناخذ فيرميسيل شينواز كمية. الو ما نحتاجيش الحشو كبيرة، هنا انا خديت الوصفة اللي هما يبيعوها بيها دون لي روي تاعهم، في الشوارع تاعهم. بصح انت دير اللي بغيتي نورمال. شو انا سيغتو في الكوزينة اوتون في لاباتيسري كاين صح بزاف، سي بريسك اون سيونس اكزاكت. باتيسري تحتاج دي ميزور باش تنجحي فيها وباش ديريها. الطبخ تاخدي الفكرة، هادي تجي مع هادي، ممكن نغير، ما عنديش هادي ممكن ندير هادي، سي با ان بروبليم. دوك هنا راح ندير ملح، في الكحل، هوب، إي جو لافيغ روفونيغ. نضيف زيت بذور القمح بالنسبة ليا، أنت ضيفي زيت زيتون ولا ضيفي حاجة واحدة أخرى. واش عندي هنا؟ عندي صوص الصوجة، وعندي هنا كمية العسل، هاك سيت بوتيت نوت سكخي. Magnifique. Voilà. Et je la fais revenir de cette façon. هنا واش ناخذ؟ هنا نروحوا للحشوه الحلوه نتاعنا. قلت لك عندي كاسوناد، عندي كاوكاو، وعندي هنا مغرفه نتاع فرينه الارز. ناخذ مون روبو ماجيك اللي يطحن كوم بيرسون لي فري سيك، ونحط لي كاكاوات. هنا باش نفهمو، اون فا راح نطحنوهم خشن شوية، يعني ماشي اون بودرة. فوالا نمشي باغ بيسيون، مام هاكا طحنتو شوية غلي باسكو هذا يطحن بالخفيفة، لي فيغ جوست دو تخوا بيسيون وخلاص. فوالا جو بخونت لا باغتي لي عادة قاعد ندشش بهاد الطريقة. اوكي، نخليها على جنب. فوالا، هنا واش راح نضيف له؟ راح نضيف له مغرفه نتاع بودره الارز، راح نضيف له القرفه، راح نضيف له لا كاسوناد هكا، اي جو ميلونج. وهذا الحشو نتاعي اللي راح نديره لداخل نتاع هذوك لي بتي بينيه اللي راح نقليهم، غادي ناكلوهم كي نطيبوهم كيما نطيبو البطبوط الصغير، بصح سا افيك ان بو دويل شغل اون فالي فخيغ، بصح ماشي في كمية كبيرة تاع الزيت، و اون فالي زابلاتير كيما الابلاتير الكسرة نتاعنا. دوك هنا خلي هاد دو كوتي،
نشوف لا بارتي سالي نتاعي ساي سي بون. ما تخليهاش حتى تهلهل، ما تخليهاش حتى تطلق روحها كاع. هنا راني حبتها تبرد لي بالخف، جو لي ميش عن تخيك بلا باش تبرد لي بالخف. فوالا voilà.